السلام عليكم. في هذا الفيديو رح نعمل اجتماع أو حصة مباشرة للطلاب، كيف ممكن أنا أجدول حصتي مسبقا عشان الطلاب يرجعوا لها في الوقت المحدد. من قائمة التيمز الجانبية نختار تقويم، ثم على السهم هون جدولة الاجتماع، نكتب عنوان الاجتماع، فرضا ممكن تكون حصة برمجة وأتمتة، ممكن تكون حصة علوم، حصة رياضيات، حسب المناسب. بما أني أنا الصف عندي موجود داخل فريق، فما رح أضيف حضور طلاب أو حضور أي حدا. هون بحدد وقت وتاريخ الحصة، مثلا بديها أي يوم تكون وأي ساعة، وبكتب هون، مش شرط أختار من هاي القائمة، بقدر أكتب بالضبط الساعة اللي بدي إياها ولأي يوم. إذا كانت في نفس اليوم بخلي نفس التاريخ، وبحدد ساعة الانتهاء للحصة. مثلا إذا كانت الحصة من 10:30 ل11 راح تكون 30 دقيقة الحصة بهذا الشكل. هل بدكم إياها تتكرر الحصة كل يوم؟ ممكن كل يوم للأسبوع أو يوميا مخصص. تقدر تحدد متى تبلش وأي تاريخ تنتهي وكيف بدكم إياها تتكرر، بتحدد هون الأيام اللي بدك تكررها فيها، بتحدد لأي تاريخ بينتهي هذا الكلام. فحدد لي من وين ببلش الحصص، من أي تاريخ، وكل كم يوم بتنعقد، وفي أي ساعة راح تنعقد. أنا ما حددت مين الطلاب اللي راح يحضروا. من عند إضافة قناة بضغط هون، بختار الفريق اللي أنا بدي أعمل له الاجتماع مثلا، وأي قناة عندي على عامة عشان كل الصف يشوفه. هيك بتعين اجتماع لكل الصف حصة. إضافة موقع اختيارية مش ضرورية. تفاصيل الاجتماع ممكن تكتب للطلاب عن إيش بيحكي هذا الاجتماع، حصة اليوم عن شو بدها تكون، مثلا الكيانات، الجداول، والصفات مثلا عن هذا الموضوع الحصة. هنا بتقدر تنسق النص كيف ما بدك، مثلا إرسال. أنا هيك بكون هياتها، بكون حددت حصة للطلاب. لاحظوا إنها بتتكرر على مدار الفترة اللي أنا حددتها. لاحظوا كيف عين لي إياها هون. أنا معينها تبلش من 6 شهر إلى 12 شهر وتتكرر في هاي الأيام.